مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت عن تسجيل 2552 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99816 حالة في المغرب. وفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,266,365 حالة منذ انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 40 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1,795 حالة. وأيضا تم التأكد من 2,318 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 79,003 حالات. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات دائما بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا المشاهدين الكرام، جهة سوس مسا اليوم كتسجل 270 حالة وثلاث حالات وفيات، جاءت على الشكل التالي: عملة إنزكان أي تملول 182 حالة، عملة أكادير إيدا وتنان 68 حالة، وأكادير بوحدها هي اللي سجلت ثلاثة الحالات ديال الوفيات. إقليم الشوكة أي تباها سجل 15 حالة، تارودانت 4 الحالات، وتيزنيت حالة واحدة. إذن بالنسبة لجهة سوس مسا، الناس اللي غيلتحقوا بينا، جهة سوس مسا سجلت 270 حالة، 270 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة، جاءت على الشكل التالي: إنزكان أي تملول 182 حالة، أكادير إيدا وتنان 68 حالة، وشتوكا إتباها 15 حالة، تاروداند 4 حالات، تيزنيت حالة واحدة، وسجلت 3 حالات وفيات بأكادير إيدا وتنان. الله يحفظ، والله كنتمنوا تردوا البال لرؤوسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.